أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي أحسن كتب التفسير التي تنصحون بها طالب العلم؟ كتب السلف كتفسير ابن جرير والبغوي وابن كثير، وكتب السلف التي تمشي على وجوه التفسير الصحيحة المعتمدة. نعم، كل ما تقادم من التفاسير فهو أحسن، وكذلك كتب المتأخرين التي تمشي على مذهب السلف. هي كتب عند المتأخرين طيبة، تمشي على مذهب السلف، على قواعد السلف. نعم.